وأيضا من أجل ما بدأوا به الحرب. لماذا بدأوا الحرب؟ هل هي لعبة أو لقضايا مكاسب استراتيجية جغرافية واقتصادية؟ فأتصور هذا العناد هو يتبع لما بدأوا من أجله الحرب حقيقة. إذا لم يحصلوا على مكاسب اقتصادية وجغرافية أتصور يعني من الصعب إرضاء الروس بهذه السرعة لإنهاء هذه الحرب. ونتمنى إن شاء الله جهود العالمية ومنهم الرئيس التركي لحل هذه الأزمة إن شاء الله تكون على قدم وساق إن شاء الله.